السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نمسي على الشعب الأردني الحبيب، تحية لجميع الأردنيين قيادة وشعبا من أرض الإمارات، أرض زايد الخير. الله يحفظكم ويبارك فيكم دائما ودائما، نطلع معاكم على قناة ون تي في الأردنية الأولى وبرنامج صوت الشعب. اليوم بنتكلم عن المناعة، هذا الجهاز اللي الكل يتكلم عنه خلال هذه الفترة، خصوصا مع ظهور فيروس كورونا. طبعا مثل ما نحن نعرف، المناعة هي جهاز متكامل يتكون من بعض الأعضاء والخلايا. مهم نحن نفهم هذه النقاط. الأعضاء اللي يتكون منها هي اللوزتين، الطحال، نخاع العظم، الغدد الليمفاوية وأعضاء أخرى، وكذلك الخلايا متعددة، أهمها الخلايا البائية والتائية. طيب، أي خلل في هذه الأعضاء أو الخلايا ممكن يؤدي إلى زيادة ظهور الأمراض المعدية والعدوى. طبعا احنا نعرف ان هذا الجهاز مثل ما قلنا هو خط الدفاع الاول، يأثر عليه مجموعة من الامراض المزمنة. اذا كان فيك ضغط، اذا كان فيك سكر، طبعا هذه الامراض تؤثر على كفاءة هذه الخلايا والاعضاء. لكن لكي نعيش بصحة طيبة، بنعطيكم الرشدة البسيطة اللي من خلالها تعيش في صحة جيدة بإذن الله. أولا، لا تعتقد أنك بتاخذ حبة دواء، حبة فيتامين، فيتامين سي، whatever، أي نوع من أنواع الفيتامينات وتتوقع أن هذا بيفيدك. لا، جهاز المناعة هو عبارة عن استثمار تستثمره في حياتك إلين ما يعني الإنسان في طول حياته يستثمره. أولا، مهم جدا انك تعيش حياة صحية لكي تحصل على جهاز مناعة صحي، ولا تعتقد انك بحبة دواء بامكانك انك ترفع كفاءة هذا الجهاز. اول نقطة نتكلم عنها ممارسة الرياضة، مهمة جدا في هذا الجهاز. احنا نقول 150 دقيقة في الاسبوع من التمارين الهوائية المتوسطة، او 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية. طبعا يعني هذا اضعف الايمان، الشخص الشاب لابد ان يكون اكثر عطاء ويمارس الرياضة بشكل اكبر. رفع الاثقال بشكل معقول للرجال وللنساء، يعني بالشكل المعقول، مفيد جدا لجسم الانسان. الرياضات الهوائية مفيدة جدا لجسم الانسان. كل هذه الامور لابد ان نعرفها. في دراسة تسوت في جامعة برمنغهام، هذه الدراسة تسوت على 150 شخص دراج اعمارهم من 55 ل 75، وكانت يعني صحتهم 100% وجهاز المناعة عندهم كان يافع. نقطة مهمة جدا، دراجين غير مدخنين. لذلك ندخل بعد الرياضة للنقطة الثانية وهي التغذية. تغذيتك لابد انها تكون تغذية صحية متنوعة. البعض يقول لك روح كل مثلا الشمندر، البعض يقول لك لا روح كل البرتقال، البعض يقول لك الليمون، هذا كله ما ينفع. لابد من يكون عندك وجبة متكاملة تحتوي على الخضروات، تحتوي على الكربوهيدرات، تحتوي على البروتينات. مهم جدا اللحوم لمكافحة الأمراض. كذلك مهم جدا نحن نحصل على أقل على 5 حصص من الخضروات والفواكه بشكل يومي على خلال يوم. الحصة الواحدة هي شيء واحد من الخضروات، يعني بتاكل تفاحة، بتاكل موزة، بتاكل واحدة من الخيار، واحدة من الجزر، هذه كلها أشياء مفيدة جدا لجسم الإنسان. كذلك النقطة الأخرى بعد التغذية، النوم. النوم مهم جدا، مرتبط بكفاءة الخلايا التائية، وهذا شيء مثبت 100%. البعد عن التوتر طبعا مهم جدا، لان التوتر يرفع من الهرمونات الكورتيزول وهرمونات الضغط اللي تزيد او تضعف جهاز المناعة. البعض بيقول طب حياتنا كلها توتر، حاول انك تقلل التوتر ببعض الاشياء اللي تسويها، ممكن اليوغا، ممكن التأمل، ممكن الصلاة، ممكن ان الواحد خلاص يشكي همه كله لله ويحاول انه يقلل هذا التوتر. كذلك من النقاط المهمة التعرض للشمس، لأنها ترفع من كفاءة فيتامين د اللي كلنا عندنا نقص فيه. طبعا إذا كان عندك نقص في فيتامين د، ممكن تأخذ حبة الفيتامين د اللي تنفعك، لكن بعد ما تسوي التحليل وتتأكد فعلا عندك نقص في فيتامين د. البعد عن التدخين، لأن التدخين من أكثر الأشياء اللي ممكن تؤثر على جهاز المناعة. طبعا كل هذه الأمور اللي ذكرناها هي أساسيات لكي تعيش بصحة جيدة، وطبعا مثل ما قلنا هو عبارة عن استثمار ستصرفه في لاحق أيامك. نتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى لكم جميعا الصحة والعافية أخواننا في الأردن الحبيب، عبر قناتنا الحبيبة ون تي في الأردنية الأولى وبرنامج صوت الشعب. كل الشكر.